بأكبر مدن العالم. هيك بتكون أجواء المونديال بالورد كاب فان زون. السنة من 6 إلى 15 تموز ولأول مرة الورد كاب فان زون بلبنان بالبيروت ووتر فرونت. لتحضروا من خلال شاشات عملاقة لأدوار النهائية على مساحة تتسع لأكثر من 10,000 متفرج. مع الورد كاب فان زون أجواء مونديال 2018 صارت عندك بلبنان.